السلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي مع حل تطبيقات كتاب الأضواء على درس أسماء الأفعال صفحة 237 238. السريع كده طبعا أسماء الأفعال، اسم الفعل هو اسم يدل على فعل معين ويتضمن معناه وزمنه وعمله، ولكن طبعا لا يقبل علامات الايه، علامات الفعل. عندي اسم فعل ماضي، عندي ثلاث افعال: هيها بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وسرعان بمعنى صرع. عندي اسماء فعل امر، عندي اربع افعال يحفظهم: اتالم واتوجع، اف اتضجر، وي اعجب، بخن استحسن. عندي بعد كده افعال الامر وهي طبعا كثيره: صه اسكت، هلم تعالى، حي اقبل، هيا تعالى، حذاري احذر، ها ام خذوا، على رسلك اي تمهل، دونك خذ، عليكم الزم. عندي اسماء افعال، في اسماء افعال اسمها افعال منقوله عن جار ومجرور زي اليك وعليك، نقول مثلا عليكم انفسكم. عندي بقى في افعال سماعيه، وفي طبعا افعال قياسيه التي يقاس عليها، وده طبعا اللي هو يصاغ من كل فعل ثلاثي على وزن فعال زي ترك تراك، نزل نزال. وطبعا اسماء الافعال تعمل عمل الايه، عمل الفعل. نبدا ان شاء الله صفحه 237 من كتابنا كتاب الاضواء. بيقول شتان بين العلم والجهل. طبعا على طول شتان اسم فعل ايه، اسم فعل ماضي. طبعا عندي دايما كده تذكر: هيهات، وشتان، وسرعان، دي كده اسماء افعال ماضيه. حي على الصلاه، حي بمعنى اقبل، يبقى اسم فعل ايه، اسم فعل امر. رقم 3: أتوجع من شدة الألم. لو وضعنا اسم فعل بدلا من أتوجع يبقى آهن أتألم وأتوجع، آهن. طبعا أف أتضجر، وي أتعجب، بخن أستحسن. رقم 4: أسكت، يا صرصار، عند استبدال اسم الفعل أسكت يكون صه. طبعا أسكت أو صه بمعنى أسكت. عندي رقم 5: قال الشاعر فدعوا نزال، فكنت أول نازل، وعلام أركبه إذا لم أنزلي. طبعا نزال اسم الفعل هنا، طبعا دعوا ده فعل إيه، فعل أمر عادي. نازل طبعا لا، أنزلوا ده فعل مضارع. طبعا هنا نزال بمعنى أو نزال على وزن فعال، وده اسم فعل ماضي، اسم فعل قياسي على وزن إيه، على وزن فعال. رقم 6: ميز الجملة التي تحتوي على اسم فعل. طبعا الجر والمجرور إذا جه بعده يعني بمعنى الاسم، فعند عليكم مثلا اهي جر ومجرور، جر ومجرور، شبه جملة جر ومجرور في محل رفع خبر مقدم وليس اسم فعل. زيها عليكم أيها الشباب برضو جار ومجرور، خبر مقدم، خبر مقدم، ودور مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الايه، الضمة. وطبعا أيه منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه، والشباب نعت، وعظيم نعت مرفوع لكلمة دور. فهنا طبعا جر مجرور، خبر شبه جملة مقدم. زيها برضو أمامكم مستقبل مشرق، أصلها مستقبل مشرق أمامكم، فده خبر شبه جملة، خبر شبه جملة. طبعا عندي بقى اسم الفعل دونكم الكتب فاقرؤوها، يعني الزموا الكتب فاقرؤوها. طبعا ده اسم فعل ايه، اسم فعل اسم فعل ايه، اسم فعل امر، يعني خذوا الايه، الكتب، يبقى دونكم اي خذوا الكتب. رقم 7: بقول قال تعالى هيهات هيهات لما توعدون. هيهات احنا قلنا اسم فعل ماضي بمعنى هيهات، وشتان، وهيهات بمعنى ايه، هيهات بمعنى بعد، يبقى هيهات. قلنا طبعا عندي هيهات وعندي شتان وسرعان، دي اسمها اسماء افعال ماضيه،
يبقى هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد. عندي رقم 8: إن من يعشق أسباب العلا يطرح الإحجام عنه والحذر. بين المحل الإعرابي لجملة للجملتين. تعال نبدأ. إن من يعشق أسباب العلا يطرح، طبعا هنا من يعشق، طبعا من يعشق أسباب العلا يطرح الإحجام عنه. طبعا هنا يعشق هنقول الأولى لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول يعشق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الايه الضمة. و عندنا الفعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى دي صلة الايه صلة الموصول. اي ان الذي يعشق اسباب العلا النتيجة ايه يطرح الايه الاحجام. يبقى هنا الجملة الاولى لا محل لها من الاعراب، عندي مفيش غير هنا الدال وايه والف وبعدنا جيم وبعدنا ب، يبقى انا هنقول يعشق لا محل لها من الاعراب يطرح. طبعا جمله يطرح، يطرح فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى خبر ايه جاي جمله في محل رفع خبر ان، يبقى هنا لا محل لها من الاعراب وفي محل رفع خبر ايه خبر ان. ناخد الجمله اللي بعدها رقم 9: هيا بنا إلى الصلاة ما تحته. هيا اسم فعل أمر بمعنى تعالى إلى الصلاة، يبقى هيا بمعنى تعالوا إلى الصلاة. طبعا هنا الفعل بس المعنى بتاعه بيتغير على حسب الايه الضمير اللي بعده. هيا بنا يبقى هيا يعني تعالوا إلى الايه إلى الصلاة، أو أقبلوا إلى الايه إلى الصلاة، يبقى هيا بمعنى تعالى أو أقبل، يبقى هيا هيا تعالوا إلى الإيه تعالوا إلى الصلاة، يبقى هيا تعالوا إلى الإيه إلى الصلاة. رقم 10 بيقول: قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه. طبعا ها أم اسم فعل أمر بمعنى خذوا، اسم فعل امر بمعنى خذوا. وقفت 238: قال الشاعر اه من قيدك ادمى معصمي لم ابقيه وما ابقى علي لما ابقيه وما ابقى علي. طبعا ما تحته خط اسم فعل اه اسم فعل مضارع بمعنى اتوجع وتالم، يبقى اسم فعل مضارع. رقم 2: حذاري النفاق. حذاري اسم فعل أمر مبني على الكسر، اسم فعل أمر طبعا حذاري بمعنى احذر، جاء من الفعل يبقى حذاري اسم فعل أمر مبني على الكسر. حذاري النفاق، النفاق مفعول ايه مفعول به، يبقى هو الفاعل نقول كده، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، النفاق مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. رقم 3: إليكم الأخبار. هنا طبعا إليكم الأخبار أي يعني خذوا الأخبار أو اسمعوا الأخبار، فهنا اسم فعل اسم فعل ايه اسم فعل هنقول الاخبار مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح، مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، يبقى اليكم الاخبار اسم هنقول ايه اليكم اسم فعل امر، طبعا ده منقول عن الجر والمجرور، الاخبار مفعول به منصوب علامه نصبه الفتح. رقم 4: وي للمعتدين على الشعوب الامنه. وي اسم فعل مضارع بمعنى اتعجب، اسم فعل مضارع بمعنى اتعجب، يبقى اتعجب
للمعتدين الذين يعتدون على الشعوب الآمنة. رقم 5 دونك الكتاب، الجملة على الترتيب. طبعا دونك اسم فعل أمر والفعل ضمير والكاف طبعا في محل والفعل ضمير مستتر تقدره أنت، والكتابة مفعول مفعول به، يبقى اسم فعل أمر والكتاب مفعول به. رقم 6 قال عن عنترة بن شداد ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. طبعا ميز ما يلي إعراب كلمة قيل ولقد شفى نفسي قيل، طبعا شفى نفسي قول، يبقى هنا هنقول طبعا المادة المعجمية لكلمة الفوارس، الفوارس عندي فرسا، يبقى أنا عندي كده عندي أنا أخذ بعيدنا دال وبعيدنا جيم، تفضل عندي ألف وتفضل عندي باء، طبعا قيل وهنقول كده شفى نفسي قول، شفى نفسي قول أو شفى قول الفوارس نفسي، يبقى هنا فاعل والمادة بتاعته فرسة، يبقى كده الفوارس والفوارس والفوارس وفرسة، يبقى فاعل والمادة بتاعته فرسة. رقم 7 كل جملة مما يلي تشتمل على اسم فعل منقول ما عدا. طبعا عليك نفسك، طبعا دي جر ومجرور، ده طبعا ده اسم فعل فعل امر منقول عن عن الجر والمجرور، يبقى دي اسم فعل امر. رويدك رويد اخاك ده اسم فعل امر. دونك طبعا اف هنا ده غير منقول، ده بنقول عليه فعل سماع، يبقى انا هناخد رقم دال. عندي كل جملة مما يلي تشتمل على اسم فعل مرتجل، يبقى أنا عندي في أسماء أفعال مرتجلة وفي أسماء أفعال منقولة. المرتجل اللي هو في بدء أمره، اللي هو في بدء أمره جه فعل أو استخدمناه فعل فعل أمر. طبعا عندي المرتجل هيهات ووي وص، طبعا في سماعية اللي هي بله الجدال، بله بمعنى اترك الجدال، ودي اسماء 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 جديدة او اسماء افعال وردت على غير او وردت يعني وردت او هنا بله بمعنى بمعنى اترك. رقم 9 بقول من امتحانات الثانوية العامة، بقول من يطلب المجد بتوان فهيهات ما يصبو إليه. ميز المحل الإعرابي للإسم الموصول الوارد في المقولة السابقة. هيهات ما، طبعا ما هنا اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، يبقى أنا هنقول كده ما اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. رقم 10 يلزم خلق الحياء سوق من الفعل الوارد بالمقولة اسم فعل موجه للمفردة المؤنثة، يبقى لزام خلق الحياء. وطبعا هنا قلنا الفعل اللي هو على وزن فعال لا تلحقه علامة او لا تلحق لا يلحقه الضمير، يبقى انا هناخد رقم 10 هنقول لزام. طبعا هنا اسم الفعل يخاطب به الفاعل مهما كان، او اذا كان الفاعل مذكر، اذا كان الفاعل مؤنث، اذا كان الفاعل جمع مذكر جمع مؤنث، يلزم صورة واحدة، لان اسم الفعل هنقول كده اهو اسم الفعل لا يلحقه اسم الفعل لا يلحقه او لا تلحق به الضمائر، عشان محدش يقول لي مثلا ده عشان مفردة مؤنثة ما هنحط ياء يبقى لزامي، طبعا خطأ، هي لزام اسم الفعل لا يقبل لا يقبل الضمائر، اسم الفعل لا يقبل الضمائر. اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معاي،
ولو عجبك الفيديو اعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم ان شاء الله.